نضى القراء. الحلقة دي استفدنا من حاجتين. الحاجة الأولى تربط نضى القراء بأنها تعمل فيلم. الحاجة الثانية علاقة نضى القراء بأيمن مبارك أوائل المنتجين لها بشريط الكسب. بالمناسبة في الحلقة دي أنا اشتغلت في ربيع طه الممثل. نشوف الحلقة. فبيتكلم معي قال لي إنه عنده في واحدة من المشاهد عنده مشهد استعراضي غنائي. فقال لي أنا داير لا هو مش مشهد في الرواية كلها. في الرواية في 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 مشهد استعراضي غنائي. في مشاهد أكثر من مشهد. أكثر من مشهد. مشاهد. أيوة فعنده مشاهد بيحتاج لك في إنك تعمل فيها تتعاون معه فيها في العمل الدرامي ده. أنا فعلا والله قبل كده ما دخلت في تجربة زي دي لكن يعني الرغبة فيه وأنا يعني هي بداية لكن الواحد الرغبة فيه وكنت عايزة فرصة بالزمان إنه أنا اشتغلت شغل دراما طيب فأتمنى إنه ربنا يوفق لي ويقدرني يعني على الحتة دي. وبذكر يعني كان عندي أغنيات جميلة يعني والناس عارفينها طبعا كده لكن اقترحنا جينا لمقترح الاغنيات كنا دايما نشاورك شيء يعني عارفين رايك شنو كده في الاغنيه اللي ما دي هايه كده بتاعت مدره وحلو حلا يعني احنا قبل ما ناخد الموضوع ده ولا شيء لو انت جايبني عشان نتفق على الموضوع ده انا طبعا ما بوصل معاك اكيد في الحته دي ف ممكن انا ابدا لي يعني بدايه يا دوب عايزه ابداها وعايزه اقدم حاجه بسيطه عشان انا انجح بها واقدمها للجمهور وللناس اخش براي للمره ولا ذاته للاسف انه الواحد ذاته يطوق الكلام ده ف ما غنيتي لكن نعم ده مين قال لك انا غنيته؟ لا ما هي شو ما معاني حد غنيته لا اسمع لي دقيقة اسمع أي. اولا يعني انت ما تتكلم عن الاغنية دي انا ما غنيتها واحدة من الناس عندي راي في الاغنية دي كويس ولا حتى في سيري بغنيها حفلة كمال ما غنيتها في حفلة كمال منو؟ طبعا قال لي انه في حفلة كمال الكلام السريع الاغنية في الريبيرة هي سمعناها في الريبيرة لغاية والله معناته انت زول بالمناسبة ما عندك ذمة ما عندك يعني لا ما سمعك بغض لك شديد وانا للاسف يعني ما كنت عارفه نفسي انه انتوا جايبيني من بيتنا هنا دي لحد هنا عشان اخش في مهد لا معلش لا دقيقه انا ما عوضت جمهوري انه اغني اغنيه فارغ زي ده اغنيه فارغ انا ما بغني بقول لك الكلام ده بوضوح كده ولا بدي اسوي التصوير حيكون في الخرطوم ليه انت دقيقه لو اخذ لك من عشان تصور لا احنا ما خلاص خليها انا بعالجها شو تغيرها من الاغاني بتاعتي لمعلومتك لا بغني اغنيه بتاعت فنان مسمور كويس ولا بغني اغاني فارغه زي دي ولا بغني اغنيه جايبه لاي انسان اغنيه من الاغاني بتاعتي المسموعه ومعروفه لذا الجمهور عجبكم ما عجبكم انا بقول لكم يا جماعه استر الله افتح عشان ما نصل لخلاف كامل كده اجلوها دي النقطه دي عشان لا لسه ما تاجلش الهاي انت نهائي شيء لما تاجل الاجيله ده شو انت بتاجله معناته عندك العشاء منه وثاني ارجع اغني لك اغنيه زي دي التصوير الخرطوم لا المالي على اي على اساس شنو ما انا دايره افهم اسمعني نحن ما اتفقنا في الاغنيه كيف نحن نتفق على الاغنيه مسموعه ما بتغني اغنيه انا لمعلومتك لو انت اساسا جايبنا عشان انا اغني اغنيه زي دي انا بدفع لك 3 مليون ولا شفتها سعر الدايره انا اديك له وبس شفتها امر بنا وتوبيده شفتها منكم لكن اغنيه زي دي ما غنيها لك بتغنيها يا ايمن انا متاكد انه بتغنيها يا استاذ انا والله لا استاذ معلش دقيقه لكن كونه انا اغني لكم اغنيه زي دي انا بس ما عجبني النكران
لا انت دقيقة اسمع دقيقة سمعت اطالة دي ان شاء الله تتقبع. انت لو بتكذب في دي انا قاعدة قدامك هنا دوب بتقول انا بغني اغنية زي دي كويس وانا ما قاعدة اغني اغنية زي دي لمعلومتك ما توصل هاي لو عندك اسمعني لو انت سمعتها مسجلة دقيقة جيب لي تسجيل مسجلة جيب لي تسجيل انت سجل انت سجل انا لا 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 احنا بشر في النهاية والإنسان ما بيقدر يسيطر على نفسه. أنا آسفة جدا جدا وبشكر بحتزل للأخ أيمن مع إنه زعلني وربيع مع إنه كنت عايزة أدقه وأنا آسفة 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 شديد وبشكرهم برضه كمان في النهاية.